كل مكان. معكم نوريان حمدي من محافظه الاسماعيليه. النهارده مع عم صبحي 42 سنه او 41 سنه قصه كفاح. النهارده هنتكلم مع عم صبحي هيقول لنا عن سر مهنته اللي من زمان لحد دلوقتي، وازاي الجزم فرق بين تصليح الجزم من زمان لحد دلوقتي. السلام عليكم. السلام. ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. كلمنا بقى يا عم صبحي عن سر المهنه بتاعت حضرتك بقى من 42 سنه لحد دلوقتي، وعن ابا عن جد. جدا كان المرحوم والدي متوفي على 75 سنه. كنا احنا اربعه اخوات، كنا بنطلع من كان والدنا بيحببنا في المهنه، لان مهنه حلوه كويسه جدا ومهنه جميله. كنا زمان بنشتغل شغل، طبعا كانت المهنه بسيطه، كنا بنشتغل بربع جنيه ونص جنيه وجنيه وحاجات زي كده، بس كان الخير كتير قوي. كنا بنعمل احذيه، وهو كان والدي بيفصل الاحذيه للحريمي والاولادي والاطفال والرجال وكده، واخد بال حضرتك. هو طبعا ما كانش الاول فيه طبعا ولا مكان ولا كلام من ده خالص. ده طبعا المكان بتاعك. ده المكان بتاعي. ده المكان بتاعي. طيب كلمنا عن امتى المهنه من والدك. طيب بالنسبه انت حضرتك من ايه سر المهنه من زمان لحد دلوقتي؟ سر المهنه من زمان لحد دلوقتي، طبعا المهنه حلوه وجميله، بس دلوقتي طبعا فيه تطورات في المهنه. في تطورات. كنا زمان بنفصل ونخيط ونرقع وكلام من دوت، والجزمه ممكن لو حضرتك مثلا تصلح خمس ست مرات الخيط المندوب خالص. فطبعا دلوقتي الاحذيه طبعا والناس ما بتصلحش كتير مش زي الاول، او بتفصل كتير زي الاول، كله بيجيب جاهز من المحلات. احنا دلوقتي كله تصليح عندنا في الدكان هنا، كل حاجه هنا. بس زمان ما كانش فيه المكنه دي. كان كله يدوي. المكن ده حديث نزل من 94. من سنه 94 واحنا شغالين عليه. يعني من 94 كان بالايد يعني. التفصيل كله يدوي، الحذاء زي ما انا شايفه كده. انت كنت من شويه بتعمل بوت دلوقتي. زبون فقال لي انا عاوز الف عليها خياطه، فخيطها له كلها يدوي، ما تدفعش على المكنه. واخد بالك؟ والكوتشي ده طبعا برضه هيتخيط برضه كله. لان برضه الزبون جايبه زي ما انت شايف حضرتك طبعا مفتوح، حاول لسه يتلزق. معظم كل حاجه بنجيبها بتقوم مفتوحه في الاول، تبقى جديده يعني برضه. رزق، وبعد كده يتعاد عليه كله خياطه يدوي. عشان يفضل مع الزبون كويس ويبقى ايه ماشي بيه. ويتلمع ويتوضب ويتنضف كده ويبقى حاجه حلوه. طيب كلمنا بقى عن حضرتك، المحل ده هو ده اللي من 42 ولا كنت حضرتك؟ انت قلت لي انت منين؟ انا اصلا كنا في الزقازيق من قبل الهجره. من قبل الهجره. في 73. انا كنت في 73 من قبل الهجره، في هاجرنا ورحنا الزقازيق، كنا احنا لسه صغيرين اطفال صغيرين وكده، وكنا قاعدين مع والدي. فطبعا جينا اسماعيليه بعد الحرب على طول. طبعا جينا الاسماعيليه، فطبعا كان والدي كان معاه عده كده زي السبوبه ويسرح بقى في الشارع، ما كناش واخدين محل. لان كانت الدنيا مهجره وكده، فكان بيسرح في الشارع وناس تندى عليه يصلح قدام البيت. ناس تنزله الاحذيه بتاعتها وتصلح قدام البيت. طيب الكوتشي ده هيتخيط ازاي بقى؟ هيتعمل فيه ايه بقى؟ الكوتشي ده حضرتك ده جاي دلوقتي لازق. واخده بال حضرتك؟ هيلزق، بس هي ممكن يتفك تاني اللزق. هتلزقه وهرجع عيد عليه كله خطير. يا ده ليه زي ال وهيرجع يخيط كله يدوي. فطبعا وهيتوضب وهيبقى جميل جدا، يمشي بيه اكتر من سنه او سنتين مش هيحصل له اي حاجه، لان الخيط اليدوي جامد جدا جدا. طب ايه لازمه ان الصمغ ده او اللزق ده بيتفك يا عم؟ بيبقى عيب ان اللزق مش حلو؟ اللزق مش زي زمان. اول اللزق كان بيجي قطاط، دلوقتي اللزق الموجود مصري مش مستورد. فطبعا ما بيتلزق كوتشي او جزمه او اي حد الوش بيسيب النعل ويتخلع، يعني بتفك من النعل بيفصل من بعضه زي ما انت شايفه كده حضرتك. فهو المفروض من اللازم اللي هو يجيب الحاجه لسه جديده
الخياطة كلها لف. طب عايزين بقى نشوف بقى حضرتك ازاي بتخيط بقى باليدوي بقى باليد، لان زمان ما كانش فيه مكان كده وما عادش كده. والخيط بتاعنا كده طبعا الخيط ده حرير ومتشمع حاجه نظيفه وجميله. وبخيط زي ما انت شايفه كده كله شغل يدوي اهو، واخد بال حضرتك؟ كله شغل يدوي. طبعا الغرزه مرسومه، كل غرزه في غرزتها حاجه نظيفه كده. يعني حاجه بالصلاه على النبي جميله جدا، واخد بالك يا استاذه؟ معاك شايفك. حاجه زي ما انت شايفه كده حاجه جميله. طبعا هوريك برضو حضرتك. طبعا لو في جزمه ولا اي حاجه طبعا وعاوز شغل على المكنه بخيط على المكنه. زي ما انا قاعد كده مثلا بخيط شبشب زي كده على المكنه. عم صالح انت قلت لي ان المهنه دي هي اللي جوزت اولادك وده فتح بيتك والحمد لله متعايش منها. مهنتي طبعا في نفس الوقت يا استاذه. انا في نفس الوقت يعني المهنه دي طبعا انا يعني في نفس الوقت انا لما اتعلمتها كده طبعا هي بتصرف على بيتي. يعني بسترزق منها، يعني مهنتي ديت رزق ورزق اولادي. المهنه ديت رزق ورزق اولادي، بشتغل عليها بشتغل فيها بالنسبه بسترزق. واخد بالك يا استاذه؟ وكل يوم طبعا الحمد لله ربنا بيرزقني، اللي بيرزقني بيه ربنا كتير قليل ماشيه. كتير قليل ماشيه، كتير قليل ماشيه وربنا ساترها معانا والحمد لله. بس اهم حاجه الانسان الضمير في الشغل ويعمل حاجه بما يرضي الله وفي نفس الوقت اللي هو يحب مهنته ويدي الشغل حق. يدي الشغل حق. بالنسبه للمكنه بتاعتنا ديت طبعا دي قلت لي من زمان 1900 وحاجه كده. طاره تتفك الطاره دي ننقلها له على الكرسي اللي قدامنا دوت، يحرك المكنه كلها شغلها بايديه. طيب بايديه مفيش اي حاجه ويشتغل هو تمام. يعني المهنه ديت بتدي السليم وبتدي المعاق. وانا اصلا لو في اي حد معاق انا بعمله الجزء بتاعه سواء جهاز سواء بنت برضه معاقه عجزه بتاعه بعملها جهاز بتاعها، لو في اي مطلوبه ولا اي شغل عاوزه تعمله بعمله لها. طيب لو حتى هي جايه لو هو جاي مثلا وعنده نسبه مثلا قصر في رجله ولا اي حاجه بزود في النعل وبتاع الخد بظبطه خالص ويمشي مبسوط من عندي. تمام. اشتغلت كتير انا 42 سنه طبعا من كذا. يعني عشان برضه اولادك وتربي اولادك بس انت اتعلمت وانت عندك 8 سنين. انا قعدت مع والدك كده. انا عندي في المهنه وانا شغال بقالي 8 سنين. دلوقتي عندي يعني 56 سنة بالظبط كده. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. واخدة بالك؟ وطبعا حب المكان، بحب المكان وانظف كتير واروح فيه كتير واحب الناس واحب الزباين واحب كل الناس اللي بتيجي عندي. الناس اللي بتيجي كلها عندي هنا اعتبر اصدقائي. مبسوط انا بيهم لان هم اصدقائي سواء بنات او رجالة او حريم، كلنا هنا جيران وحتة واحدة. فانا بحب الناس كلها. وفي نفس الوقت المهنه ديت هي بركه من عند ربنا. وطبعا اي واحد المفروض في مهنه لازم يحبها ولازم يعمل شغله بما يرضي الله عشان ربنا يبارك له وربنا يديله. ودي البركه من عند ربنا اهم شيء. طمن ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. بشكرك جدا يا عم صبحي نورتنا على صفحه ابو كبير النهارده وان احنا طلعنا مع حضرتك. طبعا ربنا يديك الصحه والعافيه ودايما طبعا منورنا كده كل مكان. شكرا جدا لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب.